ايه يا جدعان الاخبار؟ معاكو اي جي جيمر، اسمي مصطفى حاتم، مصطفى يعني. عندي 15 سنة، هوايتي الرسم، طبعا الهواية الأولى طبعا الجيمينج. بس ده اللي أنا ممكن أقوله عن نفسي، يعني مش عارف أقول ايه تاني. نتكلم بقى عن حكاية أو قصتي في الجيمينج. انا ابتديت العب على الكونسول من مثلا من سنه رابعه ابتدائي، يعني قولوا من سنه 2006 كده. جبت بقى اول لعبه جبتها على الكونسول كانت ميدل اوف اونر الايد اسولت. بعد كده جبت كول اوف ديوتي 3. بعد كده رحت جبت كذا لعبه حرب، بس الصراحه يعني كانوا والله لعب جامده جدا. كنت اقفل مثلا ميدل اوف اونر وبعد كده العبها تاني اقفلها تاني، كانت لعبه ممتعه جدا. نفس حكايه في كول اوف ديوتي، بس كنت ما اقفلهاش والعبها تاني، كنت اختار مشنز معينة يعني. لان كان في مشنز كانت اومليت كده يعني. بعد كده جبت بي سي محترم، اشتريت بي سي حلو كده، فرحت جايب على ستيم. بعد كده اشتريت من عليه دي او ديفيت. صراحة جدا دي او ديفيت دي لعبة يعني رائعة، حلوة جدا، ممتازة يعني. مش عارفة اقول ايه تاني. والله تعجبكوا يعني، حتى يعني قديمة بس لغاية دلوقتي في ناس بتلعب، ولغاية دلوقتي يعني الواحد بيستمتع باللعبة والله. فانا يعني لو واحد ينفع يشتريها يعني اشتروها، يعني لو حد ينفع منكم يشتريها اشتروها والله مش هتندم يعني. وبعد كده جبت مودرن فور 2، انسرجنسي، باتل فيلد باك كومباني 2. وبعد كده جبت البي اس 3. البي اس 3 جبتها، واول لعبه جت ما جت لي يعني جبتها مع البي اس 3 كانت باتل فيلد باد كومباني 2 قبل ما اشتريها على البي سي. وجبت مودرن وورفير 2. والصراحه يا جدعان مودرن وورفير 2 دي والله لعبه ما اقدرش استغنى عنها يعني، اللعبه جامده جدا، لعبه يعني كامبين مالتي بلاير، لعبه فعلا يعني من احلى لعب كول اوف ديوتي. وبعد كده جبت كول اوف ديوتي وورلد تور على ستيم. عارف جبتها متأخر، بس يعني بس كان برضو كانت الناس بتلعب لسه، وكانت اللعبة كانت لعبة حلوة جدا برضو فعلا. هم يعني Modern Warfare 2 و Call of Duty World at War كانوا أحلى لعبتين Call of Duty شفتهم يعني لغاية دلوقتي. وبعد كده جبت Battlefield 3. من ساعة Battlefield بقى Company 2 وأنا يعني متابع بقى نيوز بتاع Battlefield، جيم بلايز على اليوتيوب كده يعني، كنت متابع. بعد كده في مرة رحت داخل على اليوتيوب كاتب Egyptian commentary، يعني كتبت Egyptian commentary بس، فجالي كانت The Boy X The Boy أحمد، فده كان أول commentator مصري متهيألي، يعني مش عارف بس متهيألي هو أول commentator مصري. اتفرج فضلت اتفرج عليه بقى بعد كده لغاية لما Escape Productions وفليمسو وحفروت وريكون اللي هو بتاع الايديتنج. طبعا كل الناس دي يعني طبعا في ناس كتير طبعا غيرهم، بس يعني طبعا يعني من احسن الناس يعني اللي شفتهم على اليوتيوب يعني كان اكس دا باي، اس كي برودكشنز، وفليمز، مصريين يعني في الكوميونتي المصري. بعد كده ابتديت بقى ان انا عايز ابتديت ان انا عاوز اخش على اليوتيوب اتشجع يعني، بعد لما شفت ذا باي و اس كي برودكشنز وبقيت الناس عامه كلهم يعني، لقيت ان يعني الحوار اليوتيوب ده حكايه ممتعه يعني. ما انت يعني الواحد حتى لو بيتعب في الايديتنج بقى، وحوار ان انت تغلط في الايديتنج وتعيده تاني يعني، بس هتتعب، بس في الاخر يعني هتستمتع يعني في الاخر. فانا جربت الحوار، فدخلت على اليوتيوب من حوالي 4 أيام. طبعا الواحد لازم يبقى يعني يشتغل عشان الناس، عشان الشانل بتاعته تبقى كويسة، لازم طبعا يشتغل جامد عليها ومتابع كل يوم ايه اللي بيحصل، ويحاول يعني يحاول يحسن من نفسه اكتر كل مرة. فيعني حتى لو انت هتتعب واخد الحوار بقى اللي انت انا يا اقعد لسه عامل editing
وبعد والعب جيمز بقى، ولازم العب جيم كويس عشان احطه. لا، وانت مش لازم تلعب جيم حلو يعني، انت مش لازم تطلع بس من الجيم بتاعك جايب 110 مثلا KDR، مش لازم. بالعكس، انت يعني مجرد بس انت تدي يعني تدي اللي قدامك في ال في ال في اليوتيوب اللي بيتفرج عليك، تدي له بس يعني لمحة عن اللعبة، يعني تدي صورة ان اللعبة دي حلوة، جرب تلعبها. قصة حياتي بقى مع الجيمينج بتاع باتل فيلد 3، انا ابتديت العب يعني، مكنتش اصلا اعرف حاجة اسمها باتل فيلد ولا كنت اسمع عنها حتى يعني، ده بالصدفة يعني. كان ابويا هيجيب لي البي اس 3، فسأل واحد صاحبه عنده بلاي ستيشن 3 يعني، فقال له هات له باتل فيلد. والصراحة لغاية دلوقتي بدعي للراجل ده يعني، يا رب ابوك حج يعني. يعني الصراحة يعني يا جدعان، لعب باتل فيلد أحلى لعبة حرب يعني، أحلى لعبة حرب الصراحة يعني، أحلى من كول أوف ديوتي يعني. هو أنا مش فان بوي، يعني مش بحاول، مش اللي هو فان بوي بقى وبدافع عن باتل فيلد، وباتل فيلد دي أحلى لعبة، ومفيش حد، مفيش حاجة بتقف قدامها. لا يعني، هي باتل فيلد من ناحية الريلستيك والجيم بلاي والجرافيكس ومن ناحية بقى ومن ناحية المالتي بلاير وكده، باتل فيلد طبعا أحسن. وحتى معظم الفانز بتاع كول أوف ديوتي يعني معظمهم يعني، انا يعني اي حد عندي مثلا من صحابي بيلعب كول اوف ديوتي يتفرج مثلا على فيديو بتاع باتل فيلد يقول لي باتل فيلد فعلا حلوه وبتاع يعني، حتى من الناس انا اعرفهم بروز وبريستيج بقى تن وكده، وناس تعرف تعمل كويك سكوبينج يعني كده، الحوار بتاع كول اوف ديوتي. انا نفسي بلعب كول اوف ديوتي من زمان يعني، عندي مثلا معظم لعب كول اوف ديوتي عندي، بس يعني طبعا اول ما جبت باتل فيلد 3 استمتعت اكتر طبعا وانا بلعب باتل فيلد 3، لان باتل فيلد 3 الجيم بلاي بيزد اون تيم سبورت، لكن كول اوف ديوتي عندك الجيم بلاي بيزد اون سولو، يعني سولو اكشن، سولو اكشن بيزد جيم. انت يعني انت تدخل الجيم لوحدك، انت بتعتبر كانك بتلعب لوحدك يعني، مع يعني انت معاك تيم ميتس. يعني ده لو انت مثلا بروفيشنال، لو انت بروفيشنال اسمه ايه ده ومعاك تيم زبالة، ممكن يعني لو جبت لك هارير سترايك على واحدة سوبر جانر هتروح جايب النوك بس، شكرا. انت كده انت كنت خسران، التيم بتاعك كان خسران، انت ظبطت الجيم، انت كده خلصت جبت النوك كسبت. لكن فالواحد ما يتهيأليش ان هو يعني، انت ما يتهيأليش ان انت الواحد بيستمتع بالحوار كده يعني، يعني متهيألي ان الواحد بيستمتع اكتر لما يبقى معاه تيم ميتس والواحد بيساعدك وكده يعني. فاني المقارنة بقى بين كول اوف ديوتي وباتل فيلد بتبقى في مثلا الكيلز والنايف تيك داونز، وطبعا كلات النايف يعني. انا مثلا بلعب مودرن وورفير 2، واحد بيعدي من قدامي مترين وراح ضربه نايف الاقيها جت فيه يعني. طبعا انا مش بقول ان الحكايه دي وحشه، هي طبعا ماشي اوكي قشطه يعني، بس مش للدرجات دي يعني. واحد يعني اضربه والاقيه اصلا ورايا وبجيبه برضو، فحاجات برضو غريبه وبتاع. والواحد لما بتحصل فيه بيروح بقى ويقعد يروح رامي الدراع على الارض بقى، ودي لعبه انت تيت، وفي الاخر برضو يرجع يلعبها تاني. فانت ليه تعمل نفسك في نفسك كده يعني؟ يعني مش بقول طبعا ان كول اوف ديوتي وحشه، كول اوف ديوتي طبعا يعني لعبه حلوه جدا، بس يعني انت بس فنتكلم بقى عن باتل فيلد 3 يعني، التكنيك بتاع الجيم. بس يعني فالمهم انتوا بعد كده، فانت لو هتلعب بقى باتل فيلد على الحوار بقى كي دي ار بتاع الجيم، فعلا هيبوظ منك، هو هتبوظ الجيم على الناس اصلا اللي بتلعب معاك. لان انت لما لو فشلت في حكاية ال اسمه ايه ده ال KDR واتقتلت كتير، انت بتلوز التيكتس، في الاخر الناس بتخسر بسببك، ده تتحجج بالنت ولاج واحنا في مصر عامة يا جدعان يعني، عشان مش احنا مصر يعني، في كل واحد يقولك انا في مصر واللاج والنت وحش اوي. هو ماشي النت وحش، بس يعني مش كل واحد بقى جيم منه هيبوظ هيقولك احنا في مصر يعني، الحمد لله على السلامة يعني، انت معلومة جديدة.
فيعني انت لو عايزين يعني تخشوا على سيرفرز حلوة، خشوا على السيرفرز بتاعت يوروب في اي لعبة يعني. يعني في باتل فيلد اساسا السيرفرز بتاعت يوروب بتشتغل كويسة حلوة قوي في مصر، ومتهيألي برضه بتشتغل حلوة قوي في بقية البلاد يعني. فانت يعني انت ولو يعني لو حد عايز يلعب كي دي ار على باتل فيلد او يعمل اساينمنتس او كده خلاص يعني، انت لو جت يعني لو انت دخلت في دماغك بقى انا لازم العب كي دي ار، لازم اظبط الكي دي ار بتاعي في باتل فيلد، هخش العب اسمه ايه ده تيم ديث ماتش نو شكنز، هتطلع بسكور يعني. ده يعني ده حاجة معروفة في اي جيم اسمه ايه ده، في اي جيم تيم ديث ماتش يعني بتطلع، في الواحد بيطلع بسكور حلو يعني. نتكلم بقى على التكنيك، انت هنا نتكلم عن كلاسز الاول كل واحد يعني. انت انا دلوقتي انا بلعب بالاسالت اللي هو يبقى معاه ماديك بوكس اللي هو بترميه لو اي حد يعني متعور او يعني اتضرب برصاص وكده بتعمل له هيل، وانت بتاخد بوينتس على الهيل ده، ومعاك ديفيبيليتر. الديفيبيليتر ده بتصحي بيه الناس الميتة، بس طبعا ليك وقت معين تصحي بيه الناس وكده. فانت يعني لازم يعني هنا انا لو كنت استنيت شوية صغيرين كمان يعني قول سنتين مثلا كان زمان الواد مش كان مكنش هينفع اعمله ريفايف. وطبعا والريفايف مثلا بتاخد عليها بوينتس يعني. انت هنا زي ما بقول لكم انتوا باتل فيلد الجيم بيز اون تيم سبورت، فانت هنا لما بتيجي بتلعب بقى مع التيم بتاعك وبتعمله سبورت ومثلا زي ريفايف او مثلا انت بتلعب بالسبورت مثلا اللي هو بيبقى معاه اللايت ماشين جونز زي الار بي كي والام 60 والحاجات دي، لما مثلا ترمي زي امو بوكس بتاخد بوينتس. لما كل واحد لما بتعمل مثلا لما حد بياخد ريسبلاي منك طلق او قنابل او كده بتاخد بوينتس. بس نفس الحكايه بقى طبعا في الريفايف، انت الريفايف لما بتعمل ريفايف لواحد بتاخد قد البوينتس اللي بتقتل بيها واحد يعني، كأنك قتلت بس طبعا مش بتحسب لك قتلة يعني. بس مع الانجينير بقى معاك السب ماشين جونز، معاك ريبير تول تصلح بيها الطيارات الدبابات اللي معاك يعني وكده، ومعاك البازوكا اللي هو ار بي جي او السماو، معرفش انا مش عارف هو اسمه ايه بصراحة بس انا مسميه السماو السماو. بس يعني ده بقى ده اكيد ار بي جي بتدمر بيه اللي ضدك يعني. عامة يا جدعان اللي بيواجه مشكلة ان هو يدمر الدبابات بقى يعني بالار بي جيز وكده، انت اكتر حتة الار بي جي قصدي الدبابة بتتأثر فيها من الار بي جي لما بتضربها في ظهرها يعني. لو ضربت في لو انت جيت من ورا الدبابة وضربتها في الظهر بتاع الدبابة هي من اول طلقة تحصل لها disable، لو ضربتها طلقتين في ظهرها تعملها destroy من طلقتين يعني. عشان بشوف ناس برضو تقعد تضرب في يعني انا كنت زمان اقعد اضرب في الدبابة 4 طلقات والواد ينزل يصلح وبعد كده يموتني، فطبعا كنت يعني بصوت. بس اتعلمت الحوار ده شفته على يوتيوب كده، فعرفت بقى كده عرفت انا لازم اضربها من وراها يعني. ولو بتلعب بريكون هيبقى معاك طبعا سنايبر رايفلز، هيبقى معاك بقى كذا حاجة، معاك يا اما ال اسمه ايه ده السوفلام اللي هو بتعمل بيه زي لوك اون على التارجتس، بس انت مش هينفع تضربها بحاجة يعني، انت بتعمل لوك اون فلو حد معاه مثلا زي مثلا جافلين هيعمل عليها لوك اون هو من مكانه يروح ضارب عليها يعني انت لو هو ده عمل دستروي للحاجة اللي انت عامل عليها لوك اون هتجيلك بوينتس كده. ومعاك حاجة تانية اسمها كان ايه يا ربي مش فاكر، حاجة بتعملك سبوت يعني في ال ام اي في والتاجز، ايوه اسمه تاجز، بتحطه كده بتاع صغير كده بتحطه على الارض بيعمل يعني بيعمل سبوت بقى للانيميز اللي هي في يعني في مجاله بقى اللي هو مثلا تلاتة يعني بعيد عنه بتلاتة متر مترين كده يعني في المجال ده يعني. ومعاك ال ام اي في دي بتطير بحاجة كده بتطير بيها مثلا تدمر مثلا حاجة اسمها سبون بيكن برضو يعني، بتبقى مع ريكون معاك حاجة اسمها سبون بيكن بتحطها
اسمه ايه ده، لما بتحطها بتعمل عليها ريسبون يعني في المكان اللي انت حطيت فيه ال اسمه ايه ده، المكان يعني المكان اللي انت حاطط فيه ال اسمه ايه ده راديو بيك. وهنا يا جدعان انا كنت يعني انا كان في انا كان معايا واحد في التيم 29 لـ3 اللي هو الكي دي ار بتاعه 29 لـ3، وانا 17 لـ11 وانا الاول على الجيم. فيعني انت انا بلعب هو على ال بلعب على ال على الاوبجكتيف، وهو طلع الاول على الجيم، وهطلع اصلا الاول في الاخر يعني على الجيم، هطلع ال MVP وبس يعني. والصراحة الواحد هيستنى يعني، انت لو لعبت على ال لو كمان لو معاك بارتي او بتلعب مع واحد صاحبك هتستمتعوا جدا يعني. انت لوحدك هتستمتع طبعا، لان يعني لو انت معاك تيم حلو هتستمتع، لكن لو معاك تيم بقى العيال تقعد تلعب على كي دي ار ما بتعملش ريفايف يعني الحوارات دي او سبورت كده يعني، كل واحد بيلعب لوحده كده هتلاقي ان الجيم ممل. بس فهنا خلاص الفيديو قرب يخلص. التيم بتاعي كان الصراحة حلو، او حتى انت شفت الواد كان 29 لـ3 حاجة مش فاكر يعني. بس بعد كده بقى مين احنا كده اتكلمنا على كور كلاسز، بس خلاص الجيم هيخلص دلوقتي مش عارف صح ولا ايه. المهم لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك سبسكرايب شير، يعني بليز لايك لو عجبكم فعلا الفيديو يعني لايك وبس. السلام عليكم.